لا لا لا، ما حدا مفكر فيها، ما كانت ببالنا هالشغلة. يعني عسبت كان هو بده يعمل ورقهم بالسفارة ويسجلوا. يعطوا الإقامة إذا ما بدهم يعطوا إياها، قولوا له يروح على بلدك أكتر شيء. أنا تركت أهلي وتركت ناسي وتركت حياتي وتركت مستقبلي وجيت وراكي، وعلى الرغم من ذلك لا بلدك ولا احترمتونا ولا قدرتونا يا أختي. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas me passer cette nationalité. Je ne comprends pas pourquoi. Mes amis ici au Liban, ils me connaissent comme le Ajnabi, l'étranger. Ou ma petite jeunesse libanaise, madame, quel pouvoir وصلين لهون. بس ما هيدا هي القصة كلها. أنا على الآن هون كمان. عندي أرزي بالأرز باسمي. وعلى الأوراق ما عندي أرزي.